أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. ولكن هناك وطنيون، وكان عدد هؤلاء 460، والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم والرقم من أحد رؤساء الحكومات السابقين، وبناء على هذا التقرير 13,500 مليار. هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة في الأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام. أثرت اللقاء بكم لأتوجه إليكم أولا.